بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مشاهدين شاشة تلفزيون قطر. نرحب فيكم في برنامجكم برنامج في الضحى، هذا البرنامج اللي يأتيكم على مدار الساعة كاملة، ومع بداية حلقة الأسبوع نقدر نقول إن شاء الله من خلال هذه الحلقة يعني نسعى ونحاول أن نحن نقدم لكم مجموعة من المعلومات والفقرات ومع ضيوف بإذن الله يعني تكون حلقة مفيدة بإذن الله. لكن في البداية أقول للزميلة شيخة صباح الخير. صباح النور وصباح الجمال والسعادة والشمس المشرقة اليوم في هذا الصباح الجميل في أول يوم من أيام الأسبوع. كل عيالنا متوجهين إلى المدارس والمدرسات، وأمهاتنا اللي قاعدين يشاهدونا اليوم بعد أيضا نقول لهم صبحكم الله بالخير أنتوا وآبائنا وكل مرضى المسلمين اللي قاعدين يتعالجون على يعني في مستشفى في مستشفياتنا أو حتى مستشفيات الدولة في الخارج. وأيضا نتكلم أيضا عن طلابنا اللي قاعدين يدرسون في الخارج والطلاب اللي اليوم قاعدين يدرسون وكل من يبحث نايف عن شهادات معتمدة ممكن تفيده في مجال حياته العملية. من شوي إحنا كنا ندردش أنا ونايف عن هذا الموضوع، موضوع الشهادات، شلون أنا أطور نفسي. صح أنا تخرجت لكن أنا لازلت في المسار التعليمي، شلون؟ هل أنا أتوقف بس مجرد أن أنا أخذت وظيفة ولا ممكن أنا أطور نفسي؟ شيخة شوفي، يعني يمكن اليوم في بعض الدول، يمكن قطر يعني من هذه الدول، اليوم في هذا المبدأ عندنا بين أفراد المجتمع التعلم المستمر. يعني معنات التعلم ما راح يتوقف عند أو التعليم ما راح يتوقف عند يعني مرحلة عمرية محددة. نقدر نقول أن يعني مبدأ التعليم لابد أن يكون مستمر، سواء إذا كان طالب أو موظف أو إذا كنت صاحب مثلا شركة مشروع، لابد أنك أنت تستمر في يعني أنك أنت تطور من مهاراتك دائما. لذلك يعني احنا اليوم نشوف، لو نشوف احنا مثلا الرؤساء التنفيذيين لاكبر الشركات اليوم في العالم، نشوفهم دائما يعني يتعلمون حتى من اقل الامور في الحياه. وهي يعني الخبرات، احنا نقول الخبرات الحياتيه تاخذها بدون شهاده. صحيح. لكن لما انا اجي ادور، سواء كنت حاصل على الثانويه العامه او كنت حاصل على الشهاده الجامعيه وحتى الدكتوراه، تروح تدور وين؟ على الشهادات المعتمده، يعني ادور على شهادات سواء كان من جامعه معترف فيها مثل جامعه قطر او الجامعات. صحيح. الموجوده في دولتنا، ادور على المراكز ايضا المعتمده من وزاره التعليم والتعليم العالي عشان ما اضيع وقتي انا وراح اخذ شهاده وفي النهايه ما حد يعترف فيها وفي النهايه انا اصلا ما استفيد منها ولا اقدر حتى يعني تخدمني حتى في مجال عملي. اكيد يعني فعلا احنا شيخ نقول يعني كثر ما الكيف أهم، يعني يمكن الكم ما يكون يعني مهم. لابد أن احنا اليوم مثل ما ذكرت شيخة أن احنا نكون حريصين على اختيار نوعية الدورات أو البرامج التعليمية، لأن اليوم يعني صحيح جميل أن الواحد يعني يستمر أو أن مثلا يكثر من الدورات التدريبية، لكن الأهم أنه هو يختار الدورة اللي يعني هو يحتاج لهذه الدورة بحيث أنه يقدر يستفيد من هذه الدورة أو البرنامج، لأن فيها ترى جهد، سواء كان صحيح. جهد نفسي جهد بدني راح يكون فيها حتى عليها تكاليف مالية أحيانا. وفي ناس يدفعون فعلا تكاليف مالية على شهادات جامعيه حتى. صحيح. احنا ندري ان في شهادات اونلاين في الاخير، يعني ما يسال قبل ياخذ هذه الشهاده الجامعيه، ما يسال اذا كانت هذه الشهاده معتمده من قبل الجامعات القائمه المخصصه في موقع وزاره التعليم العالي او لا. لا، عليك انك انت تشوف هل هذه الجامعه معترف فيها ولا لا، لان 4 سنوات او حتى لو سنه يعني هي مضيعة من وقتك وجهدك وعافيتك وصحتك، وفي النهاية أنت ما راح تتوظف فيها أو غير معترف فيها أو غير مصدقة. فلازم تأكدون. صحيح. يعني يا جماعة أن هذه الشهادة مصدقة، سواء كانت دورة في التنمية البشرية أو دورة في اللغة أو حتى شهادة جامعية. أكيد فعلا الشيخ، يعني مثل ما احنا عودنا المشاهدين دائما ناخذهم في برنامج في الضحى، أحد فقراتنا هي جولة في الصحف المحلية. طبعا أول خبر من جريدة العرب، الضعاين تفوز بجائزة المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا 2023. فازت مدينة الضعاين بجائزة المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا لعام 2023 بعد اختيارها من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بعد توصية مجلس أمناء الجائزة تقديرا لجهودها في ترسيخ ممارسات متميزة في تحقيق المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
تسلم الجائزة السيد راشد مشلش للخيارين مدير بلدية الضعين بحضور السيد منصور عبدالله زيد آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات في احتفال الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في العاصمة الأردنية عمان. وثاني خبر لدينا اليوم من صحيفة الشرق، انطلاق أنشطة برنامج الرابح الأكبر بالمدارس الابتدائية. أعلنت قطر أي الخيرية عن انطلاق أنشطة برنامج الرابح الأكبر، وهو برنامج توعوي ترفيهي صحي لطلاب المدارس الابتدائية. وجاء الإعلان في حفل أقامته بحضور الجهات الشريكة وطلاب ومعلمي المدارس المشاركة في البرنامج والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ويستهدف البرنامج الذي يستمر حتى 31 من شهر أكتوبر المقبل إشراك 100 طالب وطالبة ممن يعانون من الأوزان الزائدة والأمراض المزمنة في 8 مدارس من المرحلة الابتدائية. نعم، وننتقل إلى ثالث خبر من جريدة الوطن، 7 مراكز صحية لخدمات المعافاة. أكد الدكتور عبد الحميد الخنجي رئيس قسم المعافاة لمجال المجتمع بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن التوعية الصحية المجتمعية من أهم أركان الحياة الصحية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرعاية الصحية، والتي تهدف إلى منع أو تقليل تعرض الأفراد لعوامل الخطورة الأربعة الرئيسية بدولة قطر، وهي التدخين والسمنة وعادات الأكل غير الصحية والخمول البدني. وقال دكتور الخنجي في حوار خاص للصحيفة أن هناك 7 مراكز صحية لخدمات المعافاة، وهي معيذر الصحي والوجبة الصحي، لعبيب الصحي، وروضة الخيل الصحي، بالإضافة إلى أم صلال الصحي والرويس الصحي، كذلك الخور الصحي. وتقدم الخدمات من خلال هذه المراكز بعد الفحص الطبي والتأكد من أن الفرد يستوفي معايير تلقي الخدمة، ومن ثم الإحالة من قبل طبيب الأسرة. ورابع خبر لدينا اليوم من صحيفة لوسيل، مركز جامعة قطر للعلماء الشباب يطلق الدورة الثانية للبرنامج الوطني لتعزيز البحث العلمي. أطلق مركز جامعة قطر للعلماء الشباب بالتعاون مع إدارة شؤون دعم البحث المنح والعقود في قطاع البحث والدراسات العليا الدورة الثانية من البرنامج الوطني لتعزيز البحث العلمي. ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة لطلبة المدارس الثانوية لاستكشاف عالم البحث وتقوية مهاراتهم فيه، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإعدادهم للمستقبل كقوى بشرية ذات كفاءات عالية في هذه المجالات. وإلى آخر خبر من جريدة الراية الكورية، أو فرقة BTS الكورية تطلق أغنية للمونديال. أطلقت فرقة البوب الكورية الجنوبية BTS أغنيتها الجديدة Yet to Come، المقرر عرضها في افتتاح مونديال 2022، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات السيارات، والتي ستكون الراعي الرسمي لاحتفالات كأس العالم. وقد حققت الأغنية ملايين المشاهدات بعد ساعات قليلة من طرحها على اليوتيوب، ورغم انفصال أعضاء الفرقة بعد 9 سنوات من النجاحات المتتالية، استطاعت بطولة كأس العالم 2022 أن تجمعهم مجدداً في قطر. ومن المقرر أن تطرح الفرقة الأغنية كاملة على عدة منصات مختلفة. يعني اليوم فعلاً شيخ احنا قاعدين نشوف أجواء مونديال، يعني بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 في جميع أنحاء الدولة. ويعني من النقاط اللي جدا مهمة كذلك شيخة هي أهم الإجراءات اللي راح يعني يتم تنفيذها في هذه البطولة، خاصة بإجراءات السفر خلال بطولة كأس العالم 2022. فخلونا احنا نشوف هذا التقرير اللي يتكلم عن أهم هذه الإجراءات، نرجع لكم إن شاء الله. مع بقاء أقل من شهرين على انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وسعياً إلى تأمين حركة دخول وخروج الإنسيابية وآمنة عبر منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية، أعلنت وزارة الداخلية جملة إجراءات تنظم حركة الدخول والخروج من وإلى البلاد خلال فترة انعقاد البطولة.
سيتم اعتبارا من 1/11/2022 وحتى تاريخ 23/12/2022 تعليق الزيارات للدولة. سيستثنى من هذا القرار طبعا المواطنين والمقيمين وأيضا الخليجيين حاملين البطاقة الشخصية القطرية. ستستثنى أيضا السمات الشخصية اللي هي التأشيرات الشخصية اللي يقدمها المواطنين للعمل للعمالة وتأشيرات العمل مستثنى من هذا القرار بالإضافة إلى الحالات الإنسانية. وتضمنت القرارات تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة اعتباراً من الأول من نوفمبر القادم على أن يتم استئناف تأشيرة الزيارة مجدداً اعتباراً من تاريخ 23 ديسمبر القادم. كما قررت وزارة الداخلية أن يكون الدخول لحاملي بطاقة هيا إلى دولة قطر خلال الفترة من الأول من نوفمبر القادم وحتى 23 ديسمبر، كما يتاح لهم البقاء في الدولة حتى 23 يناير من العام المقبل. وتستثنى الفئات التالية من القرارات: المواطنون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية وحاملو تأشيرة الاستقدام الشخصي وسمة العمل إلى جانب الحالات الإنسانية عن طريق المطار بناء على الموافقات الصادرة من المنصة الرسمية للتقديم. وضماناً لإنجاح جهود الدولة في تنظيم هذا الحدث الكروي، تدعو وزارة الداخلية جميع الأفراد إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الخصوص للاستمتاع بنسخة تاريخية من هذه البطولة. عودة لكم مجددا مشاهدينا، وكما عودناكم دائما أخذكم إلى آفاق جديدة من الكتب والتأليف والقراءة. اليوم ينظم الملتقى القطري للمؤلفين حلقة جديدة من مبادرة كتابي الأول، وذلك عبر قناته على اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي. من خلال هذه المبادرة نتحدث اليوم عن الكاتب أحمد الحمادي، عن أول إصداراته وهو أسير الوجدان. سنتعرف اليوم عن محتوى هذا الكتاب وهذه المجموعة القصصية. نصبح عليك بالخير أستاذ أحمد، وقل حياك الله معنا اليوم. صبحكم الله بالنور والسرور، وشكرا استضافتكم في تلفزيون قطر العريق. حياك الله معنا أخوي أحمد، وسعيدين بتواجدك معنا في برنامج فيضحى. أخوي أحمد، أكيد طبعاً أول شيء نبارك لك على إصدار هذا الكتاب أسير الوجدان، لو تعطينا نبذة عن هذا الكتاب. طبعاً المجموعة القصصية أسيرة الوجدان هي مجموعة قصص قصيرة، 7 قصص قصيرة لا تتعدى 12 صفحة، تعالج قضايا المجتمع، قراءة للمشهد الاجتماعي في دول الخليج العربي. نعم. وأيضاً قراءة للمشهد العربي من خلال قضايا الزواج والطلاق وتأخر إجراءات التقاضي في المحاكم. نعم. وأيضاً يعالج قضايا المجتمع بصورة مبدئية عن طريق العظة والعبرة. جميل. هذه المجموعة القصصية الأولى لك كقاص قطري، لكنها الطابعة الثالثة. نعم. الطابعة الثالثة. لو تكلمنا يعني أستاذ أحمد، من وين دائما الكاتب يستمد يعني أفكاره، وبالذات بالنسبة لأسير الوجدان؟ أولا طبعا أستمد من القراءات المتعددة لعدة قاصين ورواة في الوطن العربي. نعم. وأيضا من حديث المجالس ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، القضايا اللي تطرح وقضايا المجتمع، وأيضا نعم ما يستحدث من إحصائيات في المحاكم وأيضا إحصائيات جهاز التخطيط والإحصاء. جميل. طيب أخوي أحمد، يعني اليوم إحنا أكيد نعرف أن كل كاتب يختلف من كاتب آخر، وكل كاتب عنده نقدر نقول أجواء معينة أو طقوس معينة. بالنسبة لي أحمد، يعني هل عندك طقوس معينة إذا جيت تبغي تألف أو تكتب كتاب؟ طبعا أنا أحب أن الفكرة تختمر في بالي أكثر من مرة، أقرأ أكثر من مرة عدة كتب وإصدارات أدبية لمن سبقوني في مجال القصة والرواية. طبعا طقوس الكتابة عندي هي في المساء، يعني بعد الساعة 12 في الليل إلى صلاة الفجر. نعم. حيث أن الكل في لحظة سكون وكذي. طبعا أتابع جميل. مسلسلات وأفلام بناء عليها أبني الأحداث، ومن خلال القصص الواقعية في المجتمع. جميل. بناء السرد الدرامي. جميل. أيضا يمكن لملتقى القطر المؤلفين له دور كبير جدا في تشجيع الكثير والعديد من الشباب الكتاب، فتحدثنا اليوم ما هو دور الملتقى اليوم في تشجيع أحمد على إصدار مثل هذه المجموعة القصصية؟ طبعا هناك الكثير من الورش اللي قد يقيمها الملتقى القطري المؤلفين التابع لوزارة الثقافة مع مكتبة قطر الوطنية،
وايضا مع متاحف قطر، وايضا تنظم مسابقات مع قطر الخيريه ومع دار الشرق لتشجيع الكتاب الجدد. وحتى في فتره الكورونا ما كانت توقف انشطه ملتقى، كانت موجوده على مدار الساعه عبر منصاتها على اليوتيوب. ايضا شاركت في مبادره المنصه الثقافيه اللي هي نص ساعه كل كاتب يتكلم عن حياته وشلون بدا يكتب ويالف من خلال العام الماضي. وايضا عندهم مبادره كاتب وكتاب، ومبادره كتابي الاول، ومبادره سيره مترجم يعني. نعم. طيب اخوي احمد، يعني بالنسبه لك شو اللي تفضل، كتابه المقالات او القصص؟ يعني الحين انا عندي هذا الكتاب اللي تحت عنوان اطلاله على الانسان ومجتمعه، مقالات للكاتب احمد علي. فبالنسبه لك يا اخوي احمد، هل تفضل كتابه المقالات او القصص؟ طبعا المقالات انا مرتبط فيها يعني مع جريده العرب القطريه، وسابقا في جريده الرايه القطريه. كل اسبوع يكون عندي موضوع من قضايا المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال الاحصائيات، ومن خلال مجلد انجازات الدوله اللي يصدر من الامانه العامه لمجلس الوزراء. احط مقترحات حق اللجان في الدوله، مثل لجان الاعاقه، ولجان المراه والطفل، او اللجان تقصي الحقائق في الوزارات والمؤسسات. نعم. المؤشرات. المقال يعتبر لي كرئه الواحد يتنفس من خلالها الكاتب ويعبر عن قضايا المجتمع. نعم. في الصحافه المحليه يعتبر احتراما لقوانين المطبوعات والنشر، الواحد يكتب وسائل التواصل الاجتماعي تدعمه من خلال النشر عبر منصات الفيسبوك وتويتر والانستغرام. جميل. نعم. جميل. استاذ احمد، احنا مثل ما قاعد نشوف الحين مع مشاهدينا لديك مجموعه من الاصدارات الجميله جدا، ولكن نتحدث اليوم عن كتابة الرواية. احنا نعلم ان كتابة الرواية ليست يعني شيء بسيط، وتحتاج جهد، وتحتاج ايضا الى اسقاطات من الكاتب نفسه على الرواية واحداثها. فهل هناك محاولات لكتابة الرواية القطرية؟ طبعا انا اصدرت رواية في عام 2017، وعندي رواية جاية بعنوان زمن الآهات راح اصدرها مع معرض الكتاب القادم في شهر 1 ان شاء الله. طبعا الرواية هي تعبير عن طريقة السرد الادبي والبناء الروائي من خلال الشخصية والحبكة والأحداث لعلاج قضية في المجتمع. نعم. من خلال سرد حكائي. نعم. سرد حكائي مطبقة فيها الحبكة والعقدة وتسلسل الأحداث. نعم. وهي تعتبر ديوان العصر في العصر الحديث يعني، لأن نعم. توثق الأحداث الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع. نعم. طيب أخوي أحمد، يعني مثل ما شفنا معاك ومع المشاهدين أن عندك مجموعة من الإصدارات، منها سير الوجدان، السقوط في الهاوية. إذا سألناك هذا السؤال بالنسبة لي يعني مستقبليا، بالنسبة لي يعني بالنسبة لك، هل راح أو هل تخطط لكتابة مثلا بعض الكتب أو المقالات أو الروايات في المجالات المختلفة؟ طبعا عندي حاليا مشروعين، مشروع إصدار صحفي يعني إصدار مقالات صحفية بعنوان إطلالات، هي نعم. مجموعة اسم عمودي اللي في جريدة العرب. نعم. القطرية. وأيضا عندي رواية بعنوان زمن الآهات فيها نوع من الحبكة والإثارة عبر معالجة ملفات بوليسية عن قضية صارت في المجتمع. نعم. تناقش الغموض وشوي الرعب وإثارة حتى نجذب القارئ في هالزمن. جميل. يعني جميل. نعم. جميل. بما أنك فكرت يعني تحط يعني إسقاطاتك في الرواية على حسب أحداث المجتمع، فكرت في يوم من الأيام أنك مثلا تجسد هذه الرواية في أحد الدراما، يعني في الدرامات الخليجية أو في الدراما القطرية؟ طبعا أنا طبعا واحدة من قصصي في عام 2018 تحولت إلى فيلم سينمائي، وجاري التفاوض مع شركات خليجية لإنتاجه عن طريق الكاتبة الدكتورة التونسية هذبة الغويلي. نعم. وأيضا أرحب في كل كاتب سيناريو حاب يكتبس مني رواية أو قصة، أو أن أنا بنفسي أكتب مسرحية أو مسلسل يكون لي مشروع مستقبلي إن شاء الله. جميل. شاء الله. جميل. طيب أخوي أحمد، يعني بالنسبة لإصدارك أسير أسير أسيرة, أسيرة الوجدان. الوجدان عفوا، ليش تم طباعته 3 مرات أو 3 نسخ؟ طبعا لأن زيادة الإقبال عليه من السوق، لأن قضايا واقعية مجتمعية، وأيضا بالتعاون مع دار الشرق ودار الثقافة يتم توزيعه في الدوحة، ودور النشر القطرية ساهمت يعني من يوم ما تم إنشائها في عام 2017 إلى انتشار الكاتب محليا وعربيا عبر معارض الكتب الداخلية والخارجية. جميل. نعم. جميل جدا. بما أنك تحدثت عن دور الكتب القطرية، شنو دور اليوم دار النشر في دعم الكتاب بالذات المبتدئين؟ طبعا المبتدئين يروحون عبر ورش اللي تنظمها المكتبه الوطنيه وملتقى المؤلفين، او كتار عندها ورش مستمره في كتابه الروايه على طول السنه. وبعدين دور النشر تكون التعاون بينها وبين الكاتب، انه هو يسلم لها المسوده والمخطوطه، وهي تتكفل بالطباعه والنشر والمشاركه في المعارض العربيه والمعارض الدوليه، وايضا في معارض الكتب اللي تقام في الدوحه، حتى التدقيق والمراجعه اللغويه. ايضا التدقيق والمراجعه الكاتب يسلمها مع المسوده يعني. نعم. طيب احمد، يعني كونك احد الكتاب في المجتمع القطري، شلون تشوف الحركه الثقافيه اليوم عندنا من خلال مثل ما يعني ذكرت انت والزميله شيخ، ان اليوم في دعم من خلال دور النشر في دعم الكتاب عندنا في المجتمع، فكيف انت يعني تشوف
الحركة الثقافية عندنا؟ والله الحمد لله، يعني آخر معرض الكتاب كان حوالي عندنا 120 مؤلف ومؤلفة قطرية في كافة المجالات، أدب الطفل أو الدراسات الثقافية أو الدراسات التاريخية، وأيضا هناك الرسائل الجامعية، وكثرة دور النشر الموجودة مثل دار نشر جامعة حمد بن خليفة ودار نشر جامعة قطر تساعد الكتاب، وانتشار أيضا دراسات الماجستير والدكتوراه اللي هي تثر المجتمع بالأبحاث والاستطلاعات. نعم، نعم. جميل. نعم جميل. أيضا الكاتب اليوم مثل حضرتك أستاذ أحمد، هل يحتاج أن يكون كاتب في أحد الصحف المحلية، أم أن الكتابة هي موهبة، أم هي شيء ممكن يعني يستقيه من خلال دورات أو دراسات معينة؟ طبعا الصحف المحلية لا غنى عنها، أن هي احترام حق قانون المطبوعات والنشر، وأيضا هي مشاركة في الإعلام المحلي، حتى تستضيفون الكاتب يعني في التلفزيون قطر أو قناة الريان أو إذاعة قطر لمناقشة قضايا المجتمع من خلال مقالاته. نعم. أيضا الكتابة الإبداعية لها دور من خلال اختمار الفكرة، وأيضا حضور الورش والدورات والقراءة الكثيفة اللي هي تسقل موهبة الكاتب حتى يكون يعني لباع ولا مجال. صحيح. صحيح. والقراءة الكثير والثقافة أيضا تثري يعني محتوى الأديب الذي الأدب الذي يقدمه. نعم. طيب أخوي أحمد، اليوم يعني لو إذا يعني إذا نبغى نتكلم عن أهمية مشاركة الكاتب سواء كان في المعارض أو الفعاليات الداخلية والخارجية. والله طبعا جروبات الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي تحت لنا التعارف على الكثير من النقاد والدكاترة والأساتذة وأصحاب الملتقيات الإعلامية والأدبية في الوطن العربي، وأنا عن نفسي نظمت لي أمسية أدبية في رابطة الأدباء الكويتيين، أيضا جميل. نادي الرياض الأدبي، وراح ألبي دعوة كريمة جميل. من معرض مسقط للكتاب ومعرض الرياض الكتاب لحضور أمسية في الأدب الشبابي. جميل 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 جدا. كلمة أخيرة حابة توجهها اليوم الكاتب أحمد الحمادي لكل من لديه موهبة في الكتابة ولم يجرؤ حتى الآن إلى إصدار أي يعني إصدار له خاص. يعني التوكل على الله في كل شيء، وأيضا القراءة ومشاورة أهل الحل والعقد اللي هم النقاد والأدباء وكتاب القصة والرواية للعمل الاستشارات اللازمه حتى يرى العمل الادبي ويكون متكامل. نعم. يعني نعم. للنشر. كل الشكر لك اخوي احمد الحمادي، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شكر. نعم. لكم. يعطيك الف عافيه. مشاهدينا ناخذكم الى هذا الفاصل القصير ولا نعود. رجعنا لكم مشاهدين الكرام، ونستكمل معاكم باقي فقرات برنامجكم برنامج فيض ضحى، وأكيد طبعا في نفس المجال، مجال الثقافة والأدب والشعر، وفي بادرة لتشجيع الشعراء الجدد والشباب على المشاركة في الأمسيات الشعرية، نظم فرع الثقافة والفنون في رابطة خريجي جامعة قطر الملتقى الشعري السنوي، وقد شارك فيه عدد من شعراء قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة قطر. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف خولة مرتضى، ورئيس فرع الثقافة والفنون برابطة خريجي جامعة قطر. حياك الله معنا أستاذة خولة. أهلا وسهلا بكم جميعا. أستاذة خولة، في بداية لو يعني تكلمنا عن الهدف من هذا الملتقى. أولا بادئ ببدء أود يعني التعريف بفرع الثقافة والفنون برابطة خريجي جامعة قطر، فهو فرع يهتم بجوانب الثقافة والفنون العريضة، ويتناول ضمن فعالياته ومناشطه المختلفة قضايا الاجتماع الإنساني والاختلاف الثقافي وجمالية الفنون. فرعنا هذا غير تابع لأي كلية من الكليات أو الإدارات الجامعية، وطبيعة الفعاليات التي يقوم بتنظيمها الفرع هي فعاليات ثقافية تثري المجتمع بجوانب الفكر والتنوع والاندماج والتسامح الثقافي والفني من خلال استضافة الخبراء والعلماء وأصحاب الرأي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة. عطفا على استفسارك فيما يتعلق في الملتقى الشعري السنوي الذي نظمه الفرع في الفترة الأخيرة، فهي إحدى الفعاليات السنوية التي يقوم بتنظيمها بالتعاون مع قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، حيث يعني تم تنظيم هذا الملتقى بمشاركة عدد من الأساتيب الشعراء من قسم اللغة العربية وآدابها، وهم كل من دكتور رامي أبو شهاب، دكتور عبد السلام حامد، دكتور محروس بريك، دكتور محمود ناصر كحيل، وأدار هذا الملتقى الشعري الدكتور محمد خالد الرهاوي كذلك من قسم اللغة العربية وآدابها. هذا الملتقى
يهدف إلى استعراض جديد المنتجات الشعرية أو القصائد أو الأبيات التي أعدها الأساتذة الأفاضل لدينا في الجامعة. كذلك يغذي هذه النزعة الجمالية لتذوق الفن، فن الشعر الأدبي وبمختلف صنوفه وبمختلف القصائد التي نظمت يعني على من خلال أعضاء هيئة التدريس الذين صدحت أشعارهم بمختلف المواضيع الأدبية والدينية والثقافية التي استعرضوها في هذا الملتقى الشعري السنوي الذي يهتم فيه الحضور بشكل مكثف. أستاذة خولة المرتضوي، رئيس فرع الثقافة والفنون برابطة خريجي جامعة قطر، لو تحدثين عن أهمية مشاركة دكاترة جامعة قطر في مثل هذا الملتقى لدعم الرابطة. أولاً لا شك أن أساتذة الجامعة خاصة أساتذة اللغة العربية وآدابها متخصصين في مختلف الفنون الأدبية، ثمة أساتذة يقومون بممارسة مهامهم التدريسية جنباً إلى جنب كتاباتهم الأدبية والفنية المختلفة. لدينا عدد من الشعراء والكتاب والمحترفين في مجال الكتابة الأدبية، القصة، الشعر، الرواية وما إلى ذلك من فنون أدبية مختلفة. من دورنا كفرع ثقافة وفنون أن نسلط الضوء على المجتمع الداخلي في جامعة قطر ونظهره أكثر لمجتمع طلبتنا ومجتمع خريجينا. هذه المشاركة وغيرها من المشاركات التالية تسلط الضوء على هذا الجانب الإبداعي الثقافي والفني الذي تنضح به الجامعة من خلال أعضاء هيئة التدريس لديها ومن خلال خريجينها وطلبتها. التنقيب عن أصحاب الفنون وأصحاب الإبداعات الثقافية المختلفة، هذا دورنا ودور كل الجهات التي لها علاقة بإظهار المثقفين والفنانين بشكل مباشر بحسب المجتمع الذي يعنون فيه. بالنسبة لمجتمع فرع الثقافة والفنون وهو مجتمع خريجين ومجتمع منتسبي لجامعة قطر، فأجد أن هذه الفعاليات ليست تنقب فقط عن المبدعين، إنما تبرزهم بشكل مباشر من خلال هذه الفعالية والتقاء حي مع الجمهور المهتم. جميل. طيب أستاذ خولة، يعني بالنسبة لردود الأفعال أو ردود الفعل حول الملتقى، لو يعني تحدثين أكثر عن ردود الفعل حول هذا الملتقى. طبعا الذائقة الشعرية والميل نحو الشعر وما تحتويه من مضامين جمالية وفنية ولغوية ميل يعني كبير، وكثير من القطاعات أو القطاعات الشبابية من طلاب أعضاء هيئة تدريس إداريين مهتمين من المجتمع الخارجي يهتمون بهذا الجانب بشكل خاص. جميل. الأشعار التي أعدت باللغة العربية الفصحى ويعني المواضيع التي تتناولها. وجدنا منذ أنشأنا هذا الملتقى السنوي والذي له أعوام متوالية نقوم بتنظيمه، وجدنا أن هناك اهتماما شديدا بهذا الجانب حقيقة، واهتمام مكثف من خلال مجتمع الطلبة ومجتمع الخريجين في حضور هذه الأسبوحات، كما نستطيع أن نطلق عليها أسبوحات شعرية، اهتمام شديد في الحضور وكذلك طلب قصائد بعينها. جميل. وكذلك الاستفسار عن نوعية القصيدة وما كتبت لأجله القصيدة والدلالات في الأحرف والمعاني والكلمات التي نظمت لأجلها هذه القصيدة. جميل. وصراحة أجد أنه ميل مهم جدا، خاصة أنها ترفع من الذائقة الأدبية والسمعية كذلك لدى الجمهور بشكل عام. جميل. الآن بالنسبة يعني استكمالا لهذا المحور، فالفرع إن شاء الله تعالى سينظم هذا الأسبوع لفعالية جديدة بعنوان جمالية التعبير بالحركة في اللغة العربية، يقدمها الدكتور محمد خالد الرهاوي. نعم. أستاذ الدراسات اللغوية في قسم اللغة العربية، وربما من أهم المخرجات التي نسعى يعني لانعكاسها في هذه الندوة بإذن الله هي الوقوف على أثر الحركة. نعم. لتغيير معنى. نعم. والتعرف على بعض أساليب التخلص من المخرجات إلى غيرها. أكيد. من المخرجات أكيد المخرجات. يعني فعلا أستاذة خولة، يعني جهود كبيرة تبذل من خلال جامعة قطر من أجل دعم يعني جميع أفراد المجتمع أو منتسبي جامعة قطر من خلال المجالات المختلفة.
نعم أستاذة خولة مرتضى رئيس فرع الثقافة والفنون برابطة خريجي جامعة قطر، كل الشكر والتقدير لك على هذه يعني المقدمة الجميلة لما حدث من فعاليات لديكم. شكرا جزيلا لكم. عفوا. مشاهدينا كما عودناكم أيضا دائما أخذكم نحو آفاق مختلفة تماما، أخذناكم في آفاق الثقافة، الآن سنأخذكم إلى آفاق صحة. الأبناء والصحة. نشوف معنا مشاهدينا جرافيكس يتحدث عن نصائح لمن لحديثي الولادة ولا نعود. عودة لكم مجددا مشاهدينا، مثل ما شفنا الجرافيكس هذا يتكلم عن نصائح لحديثي الولادة، ولكن أيضا سنتحدث عن الأطفال ولكن من اتجاه آخر وهو سوء التغذية لدى أبنائنا اليوم. كثير من عيالنا اليوم يتوجهون إلى مدارسنا ولديهم فعلا سوء في التغذية واختيار خاطئ من الأساس في التغذية التي يعني يتلقونها سواء من الآباء أو حتى من العاملات بالمنازل، وكثير لها أثار سلبية أيضا على دراسة الطلاب. ومثل ما ذكر زميلي منذ قليل في قراءة أحد الأخبار في صحفنا المحلية، هناك مسابقة باسم الرابح الأكبر لأطفال ذو الأوزان الزائدة. للحديث أكثر عن سوء التغذية وما لها من آثار سلبية على أطفالنا اليوم، يسعدنا أن نستضيف الدكتور إيهاب إبراهيم سرور، استشاري أول طب الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى العمادي. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير عليك وعلى أهل قطر الكرام. حياك الله معنا دكتور إيهاب، وسعيدين بتواجدك معنا، وأكيد طبعا احنا راح نحاول أن نستغل وجودك للحديث أكثر عن هذا الموضوع. يعني فعلا اليوم جهود الدولة كبيرة في هذا المجال، لكن دكتور إذا كنا نبغى نتكلم عن مفهوم سوء التغذية عند الأطفال،
الحقيقة النقطة الخاصة بسوء التغذية ده جزء مهم جدا وأنا أتمنى دايما يكون فقرة أساسية عند مش بس في البرامج عند حتى كل أطباء في التخصصات المختلفة. نعم. لأنه التغذية تحديدا يعني تختلف عن كل المشاكل الأخرى، هي مرتبطة بكل أجهزة الجسم، يعني طبيب المخ والأعصاب، طبيب الجراحة، طبيب البطن لازم يكون عنده معرفة بالتغذية وسوء التغذية. الحقيقة سوء التغذية هو كل انحراف عن التغذية الصحيحة، سواء بالزيادة أو بالنقصان أو بالكيف، وهو أهم بكتير أو من الكم. نعم. يعني إحنا بنتكلم دايما عن أطفال ما بيأكلوش كويس، كويس دي مش مقصود بيها ما بيأكلوش كمية كويس، الكيف هو أهم بكتير قوي من الكم. ولما نعرف إنه كل أطفالنا بلا استثناء يستفيد علميا وفعليا من اللي بيأكله حوالي 10% فقط، نعرف إن مشكلة الكم دي لا تمثل شيء. نعم. لكن الكيف هو شيء مهم جدا. جميل. نعم. شلون طيب ممكن إحنا يعني دكتور نتغلب على هذه المشكلة، بالذات إحنا اليوم قاعدين نواجه معاناة صراحة من الأمهات في تحديد نوعية الأكل للطلاب؟ والله أنا دايما بقول إنه لغة الحوار، إحنا دايما عندنا مشكلة في الفترة الأولى من تربية أطفالنا في إن إحنا ما نتكلمش معهم، احنا بنفرض عليهم. نعم. شيء حتى لو الشيء ده كان صح، الطفل لما اتكلم معاه وافهمه واشرح له اهميه ده واهميته لحالته الصحيه بابا، دي نقطه مهمه جدا. ما فيش لغه حوار دايما ما بين الامهات وبين الاطفال في السن الصغير، بتعتقد انه ما بيفهمش حاجه، في اي حاجه هديها له ياكلها، وده. نعم. خطا كبير جدا. نعم. النقطه الثانيه هي معرفتنا احنا كمان باهميه التغذيه، ايه المفيد لاطفالنا وايه الضار. الشيء الثالث هو تغيير عقيدتنا في كيفية تجهيز الطعام. نعم. يعني كتير قوي من الأمهات متخيلة إن الطفل ما بيفهمش، فبالتالي ممكن أحط ده على ده على ده، أو إن أنا أضرب له أكل في الخلاط فيبقى. نعم. طعمه سيء وشكله سيء والطفل عليه إنه يأكل لأنه ما بيفهمش حاجة. نعم. دي أخطاء شائعة جدا مننا إحنا، بتؤدي الطفل إنه يطلع بعد كده الطفل بيسموه البيكي إيتر أو الطفل الانتقائي. نعم. اللي هو الأم تستغرب جدا إنه هو بس بيحب الأكل اللي جاي من السوبر ماركت أو بتحب الفاست فود بس، ليه بيحب ده؟ لازم نسأل السؤال ده. هو مش بيحبه علشان حاجة، علشان للأسف إحنا نجحنا إن إحنا نكرهه في اللي في البيت. نعم. ببساطة. نعم. شديدة. نعم. يعني فعلا دكتور إيهاب يمكن أنت ذكرت مجموعة من النقاط، ويمكن يعني أحد النقاط هذه المهمة هي ضرورة أن لابد أن يكون في لغة حوار بين يعني ولي الأمر وبين الأبناء في البيت. يعني فعلا خاصة يمكن الجيل الحالي نحتاج أن احنا يعني نعزز هذه الثقافة، ثقافة لغة الحوار. طيب دكتور إيهاب، يعني احنا لو تكلمنا عن سوء التغذية أو مفهوم سوء التغذية، هل في يعني سوء التغذية هذه فقط محددة في فئة عمرية معينة، ولا ممكن يكون عند الأطفال أو كبار في العمر؟ الحقيقة سوء التغذية بيبدأ من بداية ولادة الطفل ورضاعته حتى الطبيعي. نعم. الى يعني الى ما شاء الله. نعم. سوء التغذيه ملوش علاقه، ملوش عمر وملوش مرحله. نعم. هو بيختلف من مرحله للتانيه في شكله او في طبعا شدته، لكن هو سوء التغذيه مش مرتبط بمرحله سنيه. وسوء التغذيه بالمناسبه مش معناها انخفاض الوزن الطفل. نعم. سوء التغذيه قد يكون الطفل وزنه منخفض. صحيح. وقد يكون وزنه زايد وقد. صحيح. يكون وزنه طبيعي. نعم. يعني ممكن طفل يكون وزنه طبيعي تماما وعنده سوء تغذيه شديد. نعم. نوعية المواد، لأن هي القصة ما لهاش علاقة بس بالوزن، لها علاقة بأشياء أخرى كثيرة. نعم. يحضرني يمكن في هذا الكلام فيديو شاهدته منذ سنوات سابقة لأم كان ابنها يرغب، يعني كان ابنها صغير عمره سنتين، فعودت أن بدل ما تعطيه له في يعني بين وجبات تعطيه له أسناك حلويات، تعطيه له أسناك عبارة عن إيش؟ عن بروكلي. نعم. فتعود الطفل لما صار عمره 5 سنوات أن يتناول البروكلي ويتناول الأكلات الصحية والسليمة والمغذية بدل الحلويات المهدرجة والأشياء دي. فاليوم نتكلم أيضا عن الغذاء الصحي الآمن. ما هو الغذاء الصحي الآمن، ومن هي يعني شنو مواصفاته والجهات المسؤولة عنه؟ خلينا نحط عنوان للأكل الصحي، وهو عودة إلى الطبيعة. نعم. إحنا دايما كل ما تدخل فيه الإنسان للأسف الشديد تدخل بشكل سلبي. يعني حضرتك بتذكري البروكلي على سبيل المثال، وهو نبات موجود في كل الاماكن وفي كل البيوت وارخص حاجه وسهل جدا، وكذلك كل انواع الخضروات وكل انواع الفاكهه. لكن لما بنتدخل احنا سواء بالزيوت المهدرجه او الاكل الفاست اللي فيه زيوت كتيره ودهون كتيره وحتى توابل كتيره وحاجات، هو ده تدخل الانسان اللي ادى الى تدهور الماده الغذائيه اللي احنا بنديها لطفلنا. طب هل الطفل بالضروره من اول يوم لما اديه البروكلي فهو طعمه سيء وما بيحبوش؟ لا، هي مهم جدا كمان احنا ازاي بنجهز الاكل للطفل. نعم. يعني في امهات كتير جدا في طفل صغير عمره سنه على سبيل المثال، فتعمل هي متخيله ان الاكل يبقى من غير ملح ولا من غير سكر ولا اي منكهات، والطفل عليه انه ياكل فقط. نعم. فتكتشف انه مع الوقت بيكره الاكل،
يعني انا لو عملنا سيرفي دلوقتي على كل الاطفال في سن المدارس وسالناهم مثلا شوربه الخضار مش هنلاقي طفل واحد بيحبه. لان احنا اسأنا تجهيزه للطفل. الطفل يحب جدا الالوان. نعم. ريحه الطعام. صحيح. شكل الطعام وكذلك طعم جميل. طيب دكتور يعني اذا كنا نبغي نحدد اكثر اذا كنا نبغي نتكلم عن يعني افضل الاطعمه الصحيه اللي ممكن او اللي يجب يعني تناولها عند الاطفال يعني خلينا نبقى برضو منطقيين شوي. احنا اذا قلنا دلوقتي للامهات مفيش فاست فود تماما مفيش اكلات مش عارف ايه هيقفل التلفزيون خلينا نبقى منطقيين. الطفل ممكن ياكل كل شيء. هي الفكره كلها هي عدد مرات الاكل اللي ممكن ياكل يعني. من الـ من الـ من الحاجات اللي مش صحيه والتركيز على الصحي. ايه هو الصحي؟ هو زي ما قلت لحضرتك هو العوده للطبيعه. الفاكهه بانواعها، خضروات بانواعها، اللحوم بكميات بسيطه ابسط بكتير من اللي احنا متخيلين. نعم. ان الطفل لازم ياكله. نعم. لكنه الاكل اللي في البيت ده مهم جدا لانه الام دايما حريصه تعمل اكل بشكل صحي. لا ما بتحطش كتير حاجات ممكن تبقى ضاره من دهون وسمن و لكنه الاكل البيت دايما هو لازم يكون رقم واحد. كثره الخضار والفاكهه، العصاير الفريش طبعا كلنا بنستسهل دلوقتي بنجيب سوبر ماركت مع ان تجهيز عصير في البيت ما هوش حاجه صعبه. فبالتالي الخضروات والفاكهه والاكلات المنزليه بكل انواعها هي مفيده جدا للاطفال. نعم. طيب خلنا على الافتراض، هو مش افتراض هو موجود، ان عندنا سمنه. الطفل يعاني من سمنه وسوء تغذيه، كيف الان على الام ان تعالج هذا الحدث الذي احدثته في ابنها؟ حقيقي حضرتك لو شفتي الاحصائيات اللي اتعملت على السمنه خصوصا في دول معينه وللاسف دولنا العربيه في مقدمه الدول دي هتجدي نسب كبيره جدا جدا وعلاجها سهل جدا. هي الفكره كلها التوازن ما بين اللي بيدخل من الطفل واللي بيخرج منه. يعني احنا ببساطه تلاقي طفل ما بياكلش كميات كتير، الام تيجي تقول لنا الطفل مش بياكل كميات كتيره بس بيزيد في الوزن لانه ما بيحرقش. طفل ماسك الموبايل طول اليوم 24 ساعه او قدام البلاي ستيشن او التلفزيون 24 ساعه وما بيتحركش خالص، فالاكل البسيط اللي هياكله مش هيحرقه. نعم. فبالتالي هيتحول لدهون في جسمه. نعم. فهي التوازن ما بين ما يدخل جسم الانسان وما يخرج منه. نعم. الطفل لازم يتحرك كويس قوي، رياضه او يلعب او يمشي او نرجع تاني للجزئيه دي. الاطفال نلاقي اطفال بتلعب في الشارع او تلعب في النادي مش بس قاعد في البيت 24 ساعه. والاكل يبقى نقلل كتير، يعني في دايما نسبه ما بين الدهون والكربوهيدرات والبروتين. النسب دي لازم الامه تبقى عارفه قد ايه من الوجبه بتاعته دهون وقد ايه ما فيش حاجه اسمها ما احطش دهون خالص. نعم. لكن النسبه والتناسب ده مهم جدا. نعم. فنوعيه الاكل ثم ازاي نحرق الحاجات الزياده. جميل. طيب دكتور ايهاب، احنا لما نتكلم عن سوء التغذيه معناتها او يعني على طول احنا نفكر في مساله او خلينا نقول السمنه، يعني معناته ان من الامراض الناتجه الرئيسيه لسوء التغذيه هي السمنه. هل في امراض يعني اخرى ممكن تكون ناتجه بسبب مثلا سوء التغذيه غير السمنه؟ الحقيقه طبعا يعني احنا ما يوازي السمنه فهي النحافه كمان. نعم. لان النحافه معناها ان الطفل ما بياخدش ما يحتاجه وده لازم ياثر على كل اعضاء جسمه. نعم. يعني ممكن ياثر على القلب وعلى الكبد وعلى الكلى وغيره. نعم. فالنحافه ده جزء مهم جدا جدا. في ناس بقى ما تاخدش بالها من حاجات اهم من كده بكتير، قصر القام على سبيل المثال اللي ممكن يكون سوء تغذيه. يعني سوء التغذيه اذا عدى 6 شهور يبدا ياثر على نمو الطفل. نعم. طول في طوله. قصر القامة من الحاجات المهمه اللي بتمثل مشاكل كتير عند الناس. يعني في ناس عندها مشكله جديده بتجيلنا في العيادات، مشكلته الاساسيه في قصر القام اللي هو مرتبط بالحاله التغذيه للطفل. ممكن الطفل يكون لا عنده زياده وزن ولا نقص وزن ولا عنده قصر قامه بس عنده نقص فيتامينز مهمه جدا في جسم الانسان زي مثلا انيميا نقص الحديد وفيتامين دي وغيره وغيره، وده طفل وزنه كويس وطوله كويس وما عندوش مشاكل. نعم. فاذا اشكال سوء التغذيه متعدده وليس فقط زياده الوزن. نعم. جميل. كلمه دكتور توجهها اليوم لكل الامهات سواء كان عندها طفل سمين او عندها طفل يعاني من سوء تغذيه او نحافه، فكلمة توجهها لليوم للامهات. الحقيقه انا عندي كلمه للامهات وعندي كلمه للاطباء بعد اذنكم. نعم. فالامهات انا عندي نصيحتين. النصيحة الأولانية لو سمحتي افهمي سيكولوجية ابنك، افهمي ازاي توصلي له، ازاي تقنعيه، ازاي تحببيه في الأكل، فدي نقطة مهمة جدا. رقم اثنين أرجوكي اقري شوية أو طبعا الإنترنت دلوقتي في إيدينا كلنا علشان أعرف النسب الصحية اللي ممكن أضيفها لابني من الكربوهيدرات ومن النشويات ومن البروتين وكذلك الفيتامينات والأملاح والمعادن الطفل بيحتاجها. فدي حاجة بسيطة جدا لكن هتفرق كتير جدا في طريقتنا في التعامل مع ابننا. النصيحة التانية الحقيقة للأطباء، كل طبيب في كل تخصص لازم يبقى عنده فكرة ولو بسيطة جدا عن التغذية، لأنه ممكن طبيب مخ وأعصاب أو طبيب بطنة أو جراحة أو لو ما عندوش فكرة عن التغذية هو ممكن يعالج المريض بأدوية كتيرة جدا جدا والمريض ما يتحسنش أو تسوء حالته لأنه الحالة التغذية فيها مشكلة. نعم. كل الشكر لك دكتور إيهاب إبراهيم سرور، استشاري أول طب الأطفال ورئيس
قسم الأطفال بمستشفى العمادي. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لك. يعني فعلا احنا شيخ اليوم يعني يمكن أعظم نعمة يمكن يعني يملكها الإنسان هي الصحة، فمهم أن الواحد يعني يهتم في صحته، سواء كان من خلال التغذية، من خلال ممارسة مثلا نوع من أنواع الرياضة. كذلك اليوم يعني ولله الحمد الدولة تسعى وتبذل يعني جهود كبيرة من أجل يعني حفاظ أو توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الصحة العامة. يعني اليوم فعلا يعني نشوف احنا كثير من المبادرات، كثير من الورش، كثير من الدورات، كثير من الندوات. يعني احنا اكيد طبعا مجهزين للمشاهدين هذا التقرير اللي يتكلم عن الحملة الوطنية لصحة الفم، نشوفه معاكم ونرجع لكم. لا يكاد يمضي شهر دون أن تخصص وزارة الصحة في قطر مناسبة لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع من خلال حملات تثقيفية تجعلهم على علم بما قد يتعرضون له من أمراض وسبل معالجتها أو حتى تجنب الإصابة بها. وتعد الحملة الوطنية لصحة الفم التي أطلقت بداية شهر سبتمبر الحالي وتستمر حتى نهايته نموذجاً عن الحملات المستمرة التي تطلقها الوزارة، فهذه الحملة التي تنفذ للعام الرابع على التوالي تركز هذه السنة على إصابات الفم والأسنان بشكل عام، وتلك التي تحدث أثناء ممارسة الرياضة بشكل خاص، ومع كل فعالية تنظمها وزارة الصحة في ميدان معين يجري نشر مطبوعات توعوية تثقيفية وفيديوهات توضيحية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة العامة والمنصات الاجتماعية لشركاء القطاع الصحي، بالإضافة إلى شاشات العرض في المداخل العامة للمستشفيات الحكومية والخاصة. هذه الحملات تهدف إلى زيادة الوعي حول أهمية الرعاية الصحية وتندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة من أجل مجتمع متفاعل وأكثر صحة ونشاط. عودة لكم مجددا مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج في الضحى، تحدثنا فيها العديد من المجالات، مجالات الثقافة والقراءة ومجال أيضا التثقيف الصحي. يمكن أنا بركز في هذه الكلمة الأخيرة على تغذية أبنائنا لهم أجيال المستقبل. كل ما أم اهتمت بتغذية عيالها كل ما راح تنتج أجيال للمستقبل الباهر إن شاء الله لدولتنا الحبيبة قطر. سعدنا بلقائكم جدا، فمان الله. نشوفكم على خير إن شاء الله.